الاكتشاف المبكر بقى بنتكلم عليه في مصر بقالنا كتير، وواضح ان في انجازات حصلت فيه، واضح الحقيقه من نسب العلاج اللي بنشوفها. المرض انتشر بشكل كبير قوي، وعائلات كتيره ليها قريب ليها صديق، الموضوع كتر نسبته زادت. انا شخصيا كان ليا تجربه مع والدي، والحقيقه لما كنت بدخل العياده انا شايفه الاعداد بفئات عمريه كمان مختلفه، يعني مش سن معين او حاله معينه، وده يعني لافت للنظر مع ثقافه المصريين، وهي انه المرض الوحش، المرض الشر بره وبعيد، حاجات كتيره مع عدم ذكر اسمه. هل في ارتباط؟ هل ده واحده من الاسباب اللي خلت الاعداد دي متزايده؟ عمليه التاجيل المماطله ليكون لا قدر الله في حاجه، ولا انتوا عندكم اسباب تانية؟ هو احد الاسباب المهمه جدا زي ما حضرتك بتقولي عدم الوعي. يعني ايه عدم الوعي؟ يعني احنا كمصريين ما نعرفش ان تلت حالات السرطان يمكن الوقايه منها مثلا. لو احنا نعرف هنقدر نقلل الحالات. بمعنى ايه؟ حد هيسالني يقول لي معقوله نقدر نحمي نفسنا من السرطان؟ طبعا التدخين عامل مهم جدا، مش بس لسرطان الرئه، لسرطانات كتير قوي في الجسم. في حاجات تانية زي مثلا التهاب الكبد الوبائي البي والسي، ده احد الاسباب المهمه جدا للاصابه بسرطان الكبد. النهارده في فاكسين للفيروس بي، النهارده مع مكافحه الفيروس سي واللي بنعمله وتوعيه الناس والحلاقين والتاتو والكلام، نحمي نفسنا ازاي من الفيروس سي اللي بيؤدي الى سرطان الكبد. النهارده في فاكسين للوقايه ضد سرطان عنق الرحم. فاحنا مش بس كده، اساليب حياتنا، السمنه احد الاسباب المهمه جدا في الاصابه بسرطان الثدي والرحم والقولون. عدم قله النشاط البدني، الرياضه بيحمي. الوجبات السريعة والكلام ده والأكل غير صحي بيزوده. هل الحالة النفسية كمان يا دكتور ليها أثر؟ طبعا احنا النهاردة لما بيبقى بنبقى مبسوطين أو حالتنا النفسية كويسة وعندنا إيمان وكده، تلقي بيبقى نقدر نقاوم أكتر، مناعة بترتفع فعلا طبعاً. علميا بيبقى الواحد مناعة عالية. بنسبة كام في المية الحالة النفسية مسؤولة عن تدهور الحالة أو إن الحالة يعني تختفي؟ يعني نقدر نقول حوالي 20% بالكتير. بمعنى ايه؟ انا من وانا نايب صغير كنت القى اتنين عيانين عاملين نفس العمليه، بس واحد عنده ايمان وعنده ما نسميه ذا بيولوجي اوف هوب، بيولوجيه الامل، وحد تاني سلم نمر وتلاقيه خلص من غير اي سبب. طب ازاي سؤال كان مش بعد العمليه، هل في التاثر والدخول المرض للجسم بيبقى بسبب؟ انا اذكر وانا في امريكا عملنا بحث كبير جدا عن هل الحوادث المؤلمه في تاريخ البني ادم لها دور في الاصابه بالسرطان. كنا بنسال الناس هل مثلا الطلاق، فقدان عزيز، يعني هذه حوادث بهذا الحجم، هل بتزود الإصابة بنسبة السرطان؟ الإجابة كانت نعم. بنسبة الحزن بشكل عام يعني ما قدرناش نحدد النسبة قوي، بس يعني على الأقل 10 أنا بعتقد من 10 ل 20 أنا بعتقد فيها. حتى في الريكفري وعدم ارتداد الورم والكلام ده كله مرتبط بالحالة النفسية.